السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا كل بيسمعني. معكم الأستاذ صفاء من قناة يوتيوب. اللي بيسمعنا لأول مرة في الفيديو ما ينساش يشترك وفعلنا الجرس. حل عقوبة تعليماتي صفحة 39 في التربية الإسلامية سنة تانية متوسط. السؤال الأول: من خلال الهجرة إلى الحبشة يتبين أنه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهارة في توقع الأشياء، فما الدليل على ذلك؟ الإجابة: بعد أن اشتد أذى مشركي قريش على المسلمين في مكة، أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فرارا بدين الله تعالى وحماية لأنفسه من بطش المشركين، واختار لهم الأرض الحبشة لأن فيها ملكا عادلا لا يقبل الظلم على أحد، وكانت هذه الهجرة أول هجرة من مكة. إجابة السؤال الأول: إجابة هنا أو السؤال الثاني وإجابة السؤال الثاني: ما هي أهداف الهجرة إلى الحبشة؟ الأهداف: تخفيف ما كان يلاقيه الصحابة رضوان الله عليهم، من إيذاء زعماء قريش. وكذلك الحفاظ على دينهم حتى لا يفتنون بإيذاء المشركين. السؤال الثالث: ما هو الأمر الذي جعل النجاشي وأتباعه يكون عند سماع كلام جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه؟ هو يقينهم بأن ما سمعوه من القرآن حق منزل من عند الله تعالى، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب